منطلقين معكم في جولتنا السياحية في مناطق المملكة، وبالتحديداً إلى بوليفارد خميس مشيط اللي يتميز بموقعه بالإضافة إلى المطاعم والمقاهي العالمية اللي تعتبر من أبرز الأماكن بمحافظة خميس مشيط. حقيقة من الأماكن الحلوة اللي أنا زرتها، طبعاً أنا من خارج المنطقة، من الأشياء الحلوة اللي أنا زرتها هنا البوليفارد، حيث يعني التنظيم هنا حلو والأجواء وأماكن يعني حلوة يمدي الواحد يعني يجلس فيها بروقان، و يعني فعلا من الأماكن اللي وخدمات هنا جدا روعة. أنا جاي من خارج المنطقة الجنوبية من الرياض طبعا، وحبينا نزور الجنوب، جوه الجميل صراحة وشي رائع. أنا جيت بلوفارد العام، جيت السنة هذه، العام متطور لكن السنة هذه متطور بزيادة، وصراحة جينا لهذا المكان الجميل، يعني الكافيهات جميلة، كل شيء فيه جميل، حتى السياحة فيه أيضا جميلة. تعتبر منطقة خميس مشيط من الوجهات السياحية الرائعة واللي تتميز بجوها الجميل صيفا وبكثرة الأمطار، وأيضا بقربها من المنتزهات الجميلة.